اول موضوع عندنا في هذه الحلقه انا ما راح احكي به هوايه ولا راح اظهر صور ولا راح اظهر فيديوهات ولا راح اطلع تعليقات كالعاده، ولكن هي رساله لكل من يدعي بالانسانيه، لكل منظمات المجتمع المدني، لكل الدول، لكل الامم اللي دائما ما نشوفها تستنكر ودائما ما تشوفها تقدم المساعدة، تعسًا لإنسانيتكم وتعسًا لاهتمامكم ولمنظماتكم المدنية. يا من تدعون بالإنسانية ليس لديكم أي ذرة من الإنسانية. منذ يوم أمس والضحايا في حادثة القطارة في كربلاء هي الترند اللي شاع المواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما شفنا أي بيانات مساعدة واستنكار من قبل البعض، ولا شفنا من قبل الأمم المتحدة، ولا شفنا من قبل الدول تقدم المساعدة، والقنوات العربية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والبث المباشر اللي موجود. أذكر منها حادثة الطفل ريان في البئر في المغرب، العالم بأسره بقي يتابع ويتحدث عن هذا الموضوع، ولكن لأنه الموضوع في كربلاء ولأنه الضحايا عراقيين، بل وحتى عراقيين نفسهم لم يستنكر أحد بهم ولم يذهب أحد إلى المكان. اليوم قمنا نشوف وزير داخلية ممكن يروح، اليوم ممكن قمنا نشوف رئيس وزراء ممكن يسوي له تغريدة يسوي له، واكو شخصيات بالمجتمع تستهزئ شنو هذا المكان، طبعا بتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي شنو هذا المكان شنو قطار. لك هي انسان، هو انسان جوا التراب، انسان ما يقدر يطلع، انسان. وشفتوا انتم الفيديوهات وشفتوا الاب اللي يتكلم ويا ابنه ويقول لهم ابني جوا بس خليه يعرف انه انا موجود. هواي فيديوهات هواي صور ما قدرت اظهرها ولا قدرت احكي بيها، لانه انا ما اقدر احكي ولا ما اقدر اظهرها لانه القلب ما يتحمل. بس البعض هيك يعني ماكو رحمه ولا زين؟ هاي الانسانيه اللي تدعون بيها ما شفناها اليوم في هذه الحادثه، من يوم امس لحد اليوم هذا ما شفناها. زين ما شفنا الهاشتاقات العربيه والعالميه، حيوانات اجلكم الله، بزونه، كلب، باي شيء يوقع على بمنهور الدنيا، والبث المباشر، بينما بالعراق ناس وحياه، هم يعني بموقف صعب، وهواي منهم يعني توفوا، وهواي منهم طلعوا باصابات بليغه، واكو لا يزالون تحت الانقاض، ولحد الان ما شفنا اي من اللي يدعون بالإنسانية ويدعون بمنظمات المجتمع المدني ويدعون بكل الأساليب بكل المواقع، يطلع بالتلفزيون، يطلع بمواقع التواصل، يطلع يغرد. زين انت اذا عندك إنسانية لو توقف ويا الكل بإنصاف او ما تتحدث بالإنسانية، بس هاي المواقف كشفت زيف البعض من الدول، من الرؤساء، من منظمات المجتمع المدني، من السياسيين، من الوزراء، من كل طبقات المجتمع. هاي الحادثة كشفت للناس زيف البعض.